بعد إهمال صيامهم ويتكرر، وواصل لهم مواسم الخير ليوليهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصى. فمن قضى شهر الصيام إلا وأعقبه بأشهر الحج إلى بيته المطهر أحمده تعالى، وهو أحق أن يحمد ويشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل من مقتضاها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأعلام الأبهار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، قال الله تعالى في كتابه الحكيم: